احنا يعني قرابه ما يناهز 100 محامي معتصمين في دار المحامي لهنا، يعني مرابطين ليل نهار في الدار لكن، ومعتصمين مطلبنا الوحيد اللي هو مطلب الترسيم النهائي في مهنه المحاماه. ودخلنا في الاعتصام هذا من يوم 19 جانفي، ومنذ 3 ايام عن زملائنا دخلوا في اضراب جوع مفتوح. احنا عن 8 تو دخلوا في اضراب جوع مفتوح. انا ومجموعه من الزملاء دخلنا في اضراب جوع، وانا احد المضربين مع الزملاء، ونحن الان في اليوم الثالث من اضراب الجوع. ومنذ قليل تدهور حالة أحد الزملاء. الإشكالية المطروحة هي في قراءة الاتفاقية اللي المبرمة بين تونس والجزائر من سنة 1963. الاتفاقية هذه اتفاقية تعاون قضائي، وبموجب الاتفاقية هذه احنا مشينا قرينا في الجزائر. احنا أغلبيتنا يعني تحصلنا على الماجستير أو فينا شكون يقرأ دكتوراه في الجامعات التونسية، ثم التحقنا بالجزائر، قمنا تحصلنا على شهاده الكفاءه المهنيه المحاماه. هذا اسوه بزملائنا اللي قبل، لانه فما شكون مشى قبلنا وجاب شهاده الكفاءه المحاماه ورسم ترسيم نهائي في تونس ويباشر ومعناه موجود. الاتفاقيه هي اتفاقيه تعاون قضائي، بمعنى المحامي اللي تحصل على الشهاده في الجزائر ينجم يعني يمارس مهنته في تونس، وكذلك في تونس ينجم يمارس مهنه المحاماه في الجزائر. يعني يقوم مهنة المحاماه في الجزائر، هذه اتفاقيه قضائيه. المشكل وانه في تطبيق الاتفاقيه فما عدم مساواه. فما ناس تحصلت على شهاده الكفاءه المهنيه من الجزائر وجات للهيئه ورسمت بصفه مباشره، وفما ناس رفضت لها الهيئه الترسيم، ثم قامت بطعن في القرار امام محكمه الاستئناف وانصفتها محكمه الاستئناف، ثم رسمت ترسيم نهائي ولم تعقب الهيئه في شانهم. وفما ناس اخرين عقبت الهيئه في شانهم الا انه خارج الاجال، يعني فوتت اجال التعقيب ثم عقبت، وبالتالي يصبح الحكم الاستئنافي هو حكم نهائي وبات وباشرت المهنه بصفه نهائيه. وفما زملاء رجعت لهم في التعقيب، بمعنى عقبت الهيئه ثم قامت برجوع في التعقيب، وبالتالي رسموا ترسيم نهائي في مهنه المحاماه. احنا تو ماناش فاهمين كيفاش يعني مجموعه من المحامين يجيبوا شهاده الكفاءه ويرسموا ويخدموا في تونس ومجموعه اخرين لا. هذا ناهيك على ان نحمل نفس الملف ونفس الحاله القانونيه، ورغم هذا الهيئه ما فمش مساعي حثيثه يعني لا باش تتفاوض معانا ولا باش تحل المشكل اصلا. يعني في الحقيقه لا مبالاه تامه من جانب الهيئه. الترسيم النهائي، وهذا راهو حق ما هوش مزيه.